في بداية فصل الصيف وأول تشغيل للمكيف دائما ما بنشم هذه الرائحة السيئة جدا، رائحة الفطريات والبكتيريا اللي بتكون متراكمة في داخل أجزاء مكيف سيارتك. فعشان نتخلص من هذه الرائحة ضروري جدا نغير فلتر المكيف ونستعمل معه الكيتو الكليما دكتور. هذه الرغوة الممتازة جدا في قتل البكتيريا والفطريات بنسب عالية جدا، اللي بتخليك ما تمرض من أول تشغيلة أو تشغيلتين من المكيف، وبتترك معه ريحة كتير حلوة في المكيف أول ما تشغله، وكمان بتشيل وبتلغي ريحة الدخان إذا كانت برضو موجودة في السيارة بطريقة جدا فعالة. الكيتو كليما دكتور منتج جدا ممتاز لمكيف سيارة. في بداية فصل الصيف وأول تشغيل للمكيف دائما ما بنشم هذه الرائحة السيئة جدا، رائحة الفطريات والبكتيريا اللي بتكون متراكمة في داخل أجزاء مكيف سيارتك. فعشان نتخلص من هذه الرائحة ضروري جدا نغير فلتر المكيف ونستعمل معه الكيتو.